بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. حدثنا محمد، حدثنا مسدد. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها. حدثنا مسدد، أخبرنا عبد الواحد بن زياد، أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في باب النظر إلى المرأة لمن كان يرغب في التزوج بها. وهذا الحديث أرشدنا فيه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية نظر الزوج والزوجة، كل منهما للآخر، قبل عقد النكاح. وهذه مسألة في غاية الأهمية أيها الإخوة، لأن النظرة الأولى هذه هي التي ينبني عليها ما بعدها. وبحكم كون المرأة في ديننا لا يجوز أن ينظر إليها الرجل الأجنبي، فإن هذا الحكم، وهذا الحكم حكم مستقر دائم، إلا أنه في هذه الحال يجوز استثناء أن ينظر الرجل الراغب في النكاح إلى أن ينظر إلى المنكوحة، إلى المرأة التي يريد أن يتزوج بها. وهذا الإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام له دلالته العميقة، فإن الإنسان لو تزوج بامرأة لم يرها ربما ندم بعد ذلك، لأنها لم تكن هي الشيء الذي يطلبه. ومقاصد النكاح كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام من بينها الجمال، وهو أمر نسبي، قد يكون عند بعض الناس في بياض البشرة، وقد يكون عند بعضهم في سمرتها، وقد يكون عند بعضهم في الطول، وقد يكون عند بعضهم في اعتدال القوام، وقد يكون عند بعضهم في امتلاء الجسم، وهكذا. فلذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر إرشاد وأمر ندب، ليس أمر إيجاب، لكنه من باب النصح من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة. فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. يعني إذا كان الإنسان
يرغب أن يتزوج بامرأة طويلة أو ذات وصف معين، فلا بد أن يتحقق من وجود هذا الوصف في من يقدم عليها، لأنه إن لم يفعل ربما أدى به ذلك إلى الندم، وسيستمر معه هذا الندم ما دامت هذه العشرة باقية، وربما يؤدي ذلك إلى قطع عصمة النكاح وطلاق المرأة، وهذه مفسدة بلا شك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من يقدم على من يريد الإقدام على النكاح إلى أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح، قوامها، وجهها، كفاها، هذا أهم شيء في النظرة الأولى. لكن هذا لا يعني أنه يطلع على عورتها، يعني لو كانت مثلا متجردة تغتسل لا يجوز له بحال من الأحوال أن يطلع على عورتها، لأن هذه عورات ولا يتعلق بها المقصود. المقصود يمكن أن يتحدد وأن يعرف بالنظر إلى الوجه والنظر إلى الشكل العام كما يقولون. قال فلينظر إلى منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. في بعض الروايات ورد عنه عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني أن تدوم العشرة، لأنه أقدم على بينة وأقدم على نور. هذا الهدي الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام كثير من أبناء المسلمين جانبوه، إما بالمبالغة والإسراف فيه، وإما بتركه بالكلية. فالذين تركوه بالكلية يدفعهم إلى ذلك بعض العادات وبعض ما تعارفوا عليه من أنه لا يمكن أن ينظر الرجل إلى المرأة إلا بعد أن يعقد عليها، وهذه كما قلنا تترتب عليها في كثير من الأحيان مفاسد، بل ربما يؤدي الحال بالرجل الذي لم يجد بغيته أن يطلق المرأة. وبعض الناس بالغوا وزادوا في هذا الأمر، فأصبح الذي يرغب في الزواج لا بد أن يجلس إليها، ولا بد أن يذهب معها، ولا بد أن تكشف له صدرها ورأسها وأجزاء كثيرة من جسدها، ولا بد أن ينتقل معها وأن يجلس معها في أماكن معينة وأن يطيل الحديث. هذا كله مخالف لهدي الشرع، مخالف لهدي الشرع، وربما تترتب عليه مفاسد كثيرة من الاتصال بين الرجال والنساء على غير الوجه المشروع. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فهذه العادات التي وفدت إلينا من غير المسلمين واستقرت في كثير من بلدان المسلمين وأصبحت كأنها من الفروض اللازمة، لا بد أن يطيل التعرف، ولا بد أن يختلي بها، ولا بد أن يتحدث معها، هذا كله ليس مما يدل عليه هدي هذا الدين، لكن في البداية ينظر إليها النظرة الشرعية. هذه النظرة الأساس فيها إذا كانت مما يقصد لاستمرار الزواج ينبغي أن تكون بمعرفة الأهل حتى ترتفع التهمة، يعني يأتي من الباب كما يقولون فيتقدم إلى خطبة الفتاة فيكون بحضور وليها، تجلس إليه، تجلس معه فينظر إليها، إن رغب فيها بعد ذلك يتابع موضوع العقد وما يترتب على ذلك، وإن لم يرغب فكأن شيئا لم يحصل. لكن في بعض الأحيان قد تتعذر هذه الرؤية، إما لأن
الولي لا يتفهم هذا الأمر، أو الولي متأثر ببعض العادات والأعراف الخارجة عن حدود الدين يمنع هذا، أو لأن الولي غائب أو نحو ذلك، فالإنسان له أن يحرص على أن يرى هذه في أي لحظة، في أي مكان، في أي فرصة. ربما إذا كانت في المدرسة أو في الجامعة وهي خارجة أو هي داخلة يحاول أن ينظر إليها، وهذه هي النظرة الشرعية، لأن الوجه هو مجمع الكمال والجمال في ابن آدم، فيستطيع أن يحدد، والقوام والشكل أيضا يستطيع أن يحدد به، لكن ما وراء ذلك من بدنها، من عورتها، هذا أمر لا يجوز ولا يصح أن يطلع عليه إلا الرجل الذي قد عقد عليها، أصبح زوجا لها. ليس بين الزوجين عورة، لكن قبل الزواج لا يصح له أن يطلع على هذا الأمر. وهذا كله مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: فلينظر، فلينظر إلى منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ما قال هذا يشمل ما كان بحضرة الولي وما كان بغيره. المهم إذا حصل مقصوده وهو راغب في الإقدام على الزواج ورآها، يستطيع أن يقرر وأن يقول بأنه راغب في خطبتها أو أنه غير راغب. وهذا الأمر كله ينبغي أن يكون قبل العقد، قبل العقد، ولكن في الحدود المشروعة. إذا حصل هذا في قبل العقد في الحدود المشروعة ورغب الزوج ورغبت المرأة فيه، لأن المرأة أيضا لها حق، قد ترى أنه لا يناسبها في شكله، في تصرفه، في بعض الأمور المتعلقة به، من حقها هي أيضا، لأن لها حقا في مسألة النكاح، ولا يجوز أن تسلب المرأة هذا الحق. المرأة لا يجوز أن تسلب هذا الحق، كما أن للرجل الحق كذلك للمرأة الحق في هذه النظرة. باب في الولي. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان، حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإذا دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا القعنبي أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق رحمهم الله عن أبي إسحاق رحمهم الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. نعم، هذه الأحاديث تدل على اشتراط وجود الولي. الولي هو الرجل، لا يكون الولي إلا ذكراً، وهذا ليس من باب امتهان المرأة، وإنما هو من باب تكريمها وصيانة عفتها، لأن مباشرة المرأة لهذه الأمور بنفسها قد يوقعها في كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها، وربما تخجل المرأة، وربما تستحي، وربما تتعجل وتتسرع في بعض الأحوال، وهذا ليس بغريب،
فلذلك الشريعة اشترطت الولي، لا نكاح إلا بولي كما في الحديث الأخير. والحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، يعني أنه غير صحيح. كيف يصح إذن؟ لا بد من وجود الولي، لا بد من وجود الولي. ولو ترك هذا الأمر بدون اشتراط الولي لعم الفساد، عم الفساد، يصبح الرجل يلتقي بالمرأة فيأخذ بيدها ويقول تزوجتها، وهذه مفسدة عظيمة، لا تستطيع بعد ذلك أن تفرق بين الحلال والحرام، لا تستطيع أن تفرق بين الصواب والخطأ. فلذلك الشريعة جعلت لهذا أبوابا واضحة ثابتة، اشترطت وجود الولي في عقد النكاح. نعم، كما سيأتي معنا، المرأة لها حق في أن تقبل أو ترفض، لكن من الذي يتولى إتمام العقد؟ من الذي يعقد لها؟ لا بد أن يكون الولي، لا بد أن يكون هناك ولي. لو حصل في بعض الأحوال أن المرأة تزوجت بدون ولي بناء على بعض الآراء أو الفتاوى، أو جاءها من قال لها إن الزواج عبارة عن موافقة بين الرجل والمرأة وشهد عليه شاهدان بدون ولي، النكاح باطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل منه من هذا العقد وطئ، لو عاشرها الرجل بمقتضى هذا العقد، هذا لا يعتبر زنا، لأنه شبهة، شبهة يفرق بينهما، ولها المهر، المهر كاملا. لماذا؟ قال بما أصاب منها، لأنه وطئها فلها المهر. إن كان هذا المهر قد سمي لها حدد يعطى لها، وإن لم يسمى لها تعطى مهر نسائها، يعني تعطى مثل مهر النساء التي في بيئتها وفي مستواها، لا بد لها من المهر. ولو وجد ولد من هذا الوطن فإنه ينسب إلى أبيه، هذا لأنه نكاح شبهة، لكن هذا النكاح باطل، لا يجوز أن يستمر، لا يجوز أن يستمر. ووجود الولي أيها الإخوة بالنسبة للمرأة ضرورة، ليس في الأزمنة الماضية فحسب، بل حتى في زماننا هذا. ربما بعض الناس الآن، وقد ذكرنا هذا سابقا، ربما بعض الناس يقول بأن المرأة الآن لم تكن هي المرأة السابقة، المرأة الآن تعلمت وتثقفت واستنارت وأصبحت تعرف الصواب من الخطأ وما لها وما عليها، فلذلك يعني الأمور لا ينبغي أن ننظر فيها إلى نصوص ووقائع حدثت في أزمنة ماضية بعيدة عند أناس كانت المرأة فيها مقصورة مقبورة لا تعلم شيئا. سبحان الله، أولا دين الإسلام الله سبحانه وتعالى أنزله للعالمين، ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليست هذه الأحكام خاصة بجيل الصحابة ومن بعدهم، بل تشملنا وتشمل من بعدنا إلى قيام الساعة. هذا جانب. والجانب الآخر، الطبيعة النفسية للمرأة هي 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 هي، وإن تعلمت وإن تمدنت وإن تثقفت فهي بحاجة إلى حكمة رجل يصونها ويدافع عنها ويحرص على مصلحتها. وهذا لا يعني أن كل الرجال كذلك، ربما فيه بعض النساء أفضل من كثير من الرجال، نعم، لكن الأصل العام أن الرجل هو الأقدر على التصرف المطلوب في مثل هذه الأحوال. ومن هذا أن الشريعة اشترطت أو منعت من سفر المرأة بدون محرم،
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث وفي بعض الروايات يوم وليلة إلا ومعها زوج أو محرم منها. لماذا؟ لأن المحرم مطلوب، مطلوب لإعانتها، مطلوب لصيانتها، مطلوب للدفاع عنها، مطلوب للحرص على مصلحتها. لكن إذا كانت المرأة بمفردها عرضة، عرضة لأن يستزلها الشيطان، عرضة لأن يعتدي عليها الظلمة والفجار، عرضة لأن تضيع حقوقها. أضرب لكم مثالا واحدا، لو أن امرأة سافرت بمفردها إلى بلد ما، ثم في الطريق أو في البلد الذي سافرت إليه أصيبت بحادث، دهستها سيارة أو انقلبت بها السيارة، فأصيبت بإصابات عديدة تحتاج إلى معالجة، أليس كذلك؟ تحتاج إلى أن يراها الطبيب، إلى أن يمس بدنها وهو أجنبي منها. إذا لم يكن معها محرم في هذه الحال، من الذي ينوب عن المحرم في هذه الحال؟ سيطلع عليها الطبيب الأجنبي على عورتها وسيرى منها ما لا يجوز له أن ينظر إليه، وربما غير الطبيب من الممرضين والخدم والكتبة وغيرهم. هذا كله يبين لنا أهمية وجود المحرم، أهمية وجود المحرم وأهمية الالتزام بأحكام الشرع وحدوده. وكلما التزمنا بحدود الشرع وأحكامه كلما كنا على خير، كلما كان يرجى لنا أن نكون على منهج الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده. وأما الخروج عن هذا المنهج بدعاوى التحرر والتقدم والعلم والثقافة وما يقال، هذا كله لا يغني شيئا، لا يغني شيئا. الصحابيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمات القانتات الصالحات في الأعصر اللاحقة، كان منهن العالمات، كان منهن الخيرات العابدات. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في زمانها من أكثر الناس علما ومن أكثر الناس حفظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تفتي الناس، لكنها ما كانت تختلط بالرجال، كان يضرب بينها وبين الرجال بستر فتحدثهم ويسألونها من وراء هذا الستر. فكون المرأة متعلمة مثقفة هذا خير وبركة، لكن هذا لا ينبغي أن يكون بحال من الأحوال عدوانا على حدود الشرع. فنعود إلى موضوعنا أنه لا بد من وجود الولي، الولي حتى في قضية المفاوضة في المهر، حتى في تحديد الموعد، حتى في اشتراط الشروط. لابد من أحرص على المرأة من أوليائها. لا يقال بأن بعض الأولياء لا يصلحون، نعم يوجد هذا، لكن الأصل في الولي أنه حريص على مصلحة موليته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، وهذا يكفينا. وقال: لا نكاح إلا بولي، يعني لا يوجد هذا النكاح ولا يقبل ولا يعترف به شرعا إلا بوجود الولي. لو أننا لم ننظر في هذه الحكم كلها، حكمة وجود الولي، ولم يوجد عندنا إلا هذا النص الشرعي الذي يلزمنا بوجود الولي، لكان ذلك كافيا في أن نلتزم به. هذا أمر الله وهذا شرعه، هذا الذي يجب أن نلتزم به. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فكيف إذا تبينت لنا كل هذه الحكم وكل هذه المصالح وكل هذه المعاني الجميلة؟ هذا كله يدعونا إلى الالتزام بشرعنا، وإلى أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا الخير وأن جعلنا من المسلمين. نعم. طيب، هذا الولي مطلوب، لكن في بعض الأحيان قد يحصل بين الأولياء
أو بين المرأة والولي خلاف يتقدم لخطبة المرأة رجل مقبول شرعا خلقه ودينه يقبل به بعض الأولياء، لكن يأتي الأخ الأكبر مثلا أو العم ويقول لا لا نقبل بهذا، أو يشترطون عليه شروطا كثيرة خارج عن حدود العرف والعادة والعقل، وهكذا هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات الكفء، هذا الذي تقدم في النهاية ينصرف. أو أن الولي يمنع المرأة، امرأة مثلا لها ولي أبوها أخوها عمها، يتقدم لها من يخطبها، والولي هذا له مصلحة يريد أن يكون له هدية كبيرة، يريد أنها تتزوج بابنه، لها مرتب كما شاع الآن في هذا الزمن، ولا يريد أن يفرط في هذا المرتب لأنها إذا تزوجت انقطع هذا الوارد عنه، ماذا يصنع؟ يقول لا، ويأتي بالأعذار، هذا فيه كذا، هذا يصلح، هذا لا يصلح، فتتضرر المرأة وتمر السنون. ماذا تصنع المرأة؟ قال السلطان ولي من لا ولي له. كيف ليست؟ هل هذه المرأة ليس لها ولي؟ لها ولي، وليها موجود ولكنه عاضل أو مختلف مع بقية الأولياء. نعم، وجوده كعدمه، هو في هذه الحال وجوده كعدمه. قال السلطان ولي من لا ولي له، يعني إذا المرأة ليس لها ولي ابتداء كيف تتزوج؟ عن طريق السلطان، نائب السلطان القاضي، تتقدم إلى القاضي والقاضي بإجراءات معينة يتم هذا العقد. وإذا كان لها ولي ولكنه عاضل يمنعها مصلحتها، يمنعها حقها في الزواج، فوجوده كعدمه، كأنه غير موجود. إذن السلطان ولي من لا ولي له في مثل هذه الحال. وهذا حل وجواب لمن يتشكك في قضية الولي، يقول الولي هذا يمكن يمنعها، الولي يحجرها، الولي يقطع عليها مصلحتها. نعم، إذا حصل ذلك فيه طريق شرعي آخر، هو طريق السلطان، أن تتقدم إلى ولي الأمر إلى القاضي، فالقاضي ينظر في الأمور، إذا اكتملت الشروط وكان هذا الزوج صالحا لها فإنه يعقد لها عليه، يعني يقوم ولي الأمر مقام الولي الأصلي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير رحمهم الله عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. نعم، هذه قصة عجيبة يا إخوة، فيها عبر وعظات. عبد الله بن جحش هذا كان متزوجا بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وكانت من المهاجرات الأول ممن هاجروا إلى الحبشة، هاجرت هي وزوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يهاجروا إلى النجاشي، فهاجروا، وكانت هي ممن هاجر هي وزوجها فرارا بدينهم. لكن لما وصلوا إلى الحبشة وبقوا بها مدة كتب الشقاء على هذا الزوج، مهاجر من المسلمين السابقين ومهاجر إلى الحبشة الهجرة، هؤلاء الذين هاجروا لهم فضلهم ولهم مكانتهم، فارتد عن الإسلام وتنصر، أصبح نصرانيا ثم مات،
وبقيت هذه أم حبيبة رضي الله تعالى عنها متأيمة، يعني لا زوج لها، في الحبشة مع المسلمين الرجال والنساء الذين هاجروا إلى تلك الناحية. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تزوجها، فأرسل إلى النجاشي، النجاشي ملك الحبشة المسلم، هذا النجاشي له فضل عظيم، له فضل في أنه آوى المسلمين وكان مقسطا، كان رجلا عادلا لا يظلم أحد عنده بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قاده عدله هذا وإنصافه إلى أن يدخل في دين الإسلام، أسلم. ولذلك يرى كثير من العلماء أنه صحابي حتى النجاشي، وأبقى المسلمين الذين هاجروا عنده، أكرمهم وأنعم عليهم وحفظهم حتى عادوا من عنده. وعندما جاء وفد قريش إلى النجاشي يطلبون منه أن يسلم إليهم هؤلاء، أبى، امتنع وطردهم. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يزوجه أم حبيبة. أم حبيبة أبوها من؟ أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، كان يومها على الكفر في مكة، وليس معها أحد من إخوتها ولا من أعمامها من يتولى أمرها. فالنجاشي قام مقام ولي الأمر، لأنه ولي الأمر النجاشي، فزوجها للنبي عليه الصلاة والسلام وأصدقها، يعني أعطاها مهرا، يقال أعطاها 400 أوقية. ثم بعد ذلك أخذها بعض الصحابة من أقربائها وهاجروا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مرة أخرى. هذه أم حبيبة في هذه القصة قصتها فيها عبر عظيمة، أولها أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل زوجها الذي يخرج مهاجرا من مكة من المسلمين الأوائل، ويخرج مهاجرا إلى الحبشة ويتحمل كل هذا، ثم يرتد ويختم له بالشقاء والعياذ بالله، هذا دليل على أن العبرة بالخواتيم. ولذلك نسأل الله دائما حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يعني أوشك على دخول الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يعني أوشك على دخول النار بسبب ضلالته وعمله، فيسبق عليه الكتاب، تدركه رحمة الله، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، فيدخل الجنة. والرجل الذي قص علينا النبي عليه الصلاة والسلام قصته من بني إسرائيل، الذي قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى عالم يسأله هل لي من توبة؟ قال: لا، تقتل 99 وتريد أن تتوب؟ فأكمل به 100، خلاص غارق هذا. ثم بعد ذلك لم يقتنع، وجد في داخله ما يدعوه إلى أن يسأل مرة أخرى، فذهب إلى عالم آخر فسأله من بني إسرائيل، وقال له إنه صنع كذا وكذا وكذا وكذا، واستفتى عالما فقال له: ليست لك توبة، فقتله. قال له: ومن يحول بينك وبين ربك؟
تب إلى الله التوبة تجب ما قبلها، لكن غادر هذه الأرض، لا تجلس في هذه الأرض التي عصيت الله فيها، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس صالحين. فقبل النصيحة وذهب، وقبل أن يصل إلى الأرض المطلوبة بقليل أدركته الوفاة، مات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختصموا فيه، هؤلاء يريدون أن يأخذوه إلى النار، وهؤلاء يريدون أن يلحقوه بأهل الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال: قيسوا ما بينهما، بين الأرض السابقة التي عصى الله فيها وبين هذه الأرض التي ذهب إليها، فوجدوه أقرب إليها بشبر أو نحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى كتبه من أهل الجنة. العبرة بالخواتيم، فلا يغترن أحد بعمله، مقيم على الصلاة والعبادة والصلاح وعمل الصالحات والعمرة والحج والصدقة، لكن هذا أمر مطلوب، المطلوب أيضا أن يستمر على هذا إلى آخر حياته، أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن الخاتمة. الأمر الآخر هو رعاية الله سبحانه وتعالى لأوليائه. هذه المرأة أم حبيبة صبرت في مكة على الأذى، وهاجرت، تحملت الغربة وهاجرت حتى وصلت إلى الحبشة، ثم تصاب في أعظم شيء عندها. أعظم شيء عند المرأة ما هو؟ زوجها. تصاب في هذا الزوج بأن يرتد ويخرج من دين الإسلام ويموت، وهي في بلاد الغربة، فيأتيها فرج الله سبحانه وتعالى، يأتيها الفرج من رب العالمين أن تتزوج بمن؟ بخير خلق الله، وأن يدفع لها أعظم مهر، هذا المهر العظيم، ودفع لها أشياء كثيرة أيضا من الأكسية والعطور، حتى أخذت هذه العطور معها. النجاشي كان له نساء فأمرهن أن يعطينها من عطورهم، فأخذت معها عطورا كثيرة وكانت تقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر أيها الإخوة يجب أن نتأمل فيه، أن الله سبحانه وتعالى يرعى أولياءه، وأنه لا يوجد أحد في هذا الكون غائب عن رعاية الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يتولى جميع أمورنا، فزوجها النجاشي. الأمر الثالث هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن السلطان ولي من لا ولي له، كما في الحديث الذي قبله، أن السلطان هنا من هو؟ النجاشي المسلم. هذا بعض الناس ربما يشكك في إسلامه، وقد سمعت ذات مرة رجلا يتكلم يقول بأن النجاشي لم يسلم، قيل له: إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، شرعت صلاة الغائب في الصلاة على من؟ على النجاشي، صلى عليه. قال: لا، هذا من باب المجاملة. سبحان الله، إلى هذا الحد يجامله النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي عليه صلاة المسلمين وهو من غير المسلمين؟ هذا كلام لا يقبله عقل ولا دين ولا يقول به إنسان سوي والعياذ بالله. فالنجاشي كان مسلما، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه في يوم موته وأمر أصحابه أن يصلوا عليه، صلى عليه صلاة الغائب، فكان هو الولي. لو كان هذا النجاشي لو كان غير مسلم لما صح أن يكون وليا، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، لكن هذا دليل على أنه ولي من للمسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى جعله وليا في هذه الحادثة لأم المؤمنين، أم حبيبة ليس لها ولي، فعقد لها للنبي عليه الصلاة والسلام وأرسلها مكرمة معززة إليه في المدينة. باب في العضل. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر
أخبرنا عباد بن راشد عن الحسن رحمهم الله عن حدثني معقيل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء إلى أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواج. فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الآية. قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. نعم، العضل هذا أمر معروف في قضية النكاح، العضل هو المنع، وكثيرا ما يحصل. تحدثنا قبل قليل عن أن الولي قد يكون عاضلا في السلطان حينئذ. العضل هو المنع، منع المرأة هنا المقصود به منع المرأة من أن تنكح زوجا، يمنعها الولي. هذه القصة قصة معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه، كانت له أخت فخطبها ابن عمها فزوجه إياها ثم طلقها طلقة واحدة، والطلقة الواحدة هذه طلقة رجعية، يعني يستطيع الزوج المطلق أن يراجع مطلقته، أن يعيدها إلى عصمته، لكن بشرط أن يكون ذلك في مدة العدة قبل انقضاء العدة. والعدة هذه إذا كانت هذه ممن تحيض فثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، ثلاثة قروء كما جاء في كتاب الله الكريم قبل انقضائها، وإن كانت حاملا فعدتها انقضاء الحمل، وإن لم تكن ممن يحيض فعدتها ثلاثة أشهر. فلا بد أن تكون المراجعة هذه قبل انقضاء العدة. فهذا الرجل طلق طلقة واحدة وكان من حقه أن يراجعها، لكنه لم يراجع، فانقضت العدة فحصلت البينونة. وهذه البينونة كما يقول العلماء بينونة صغرى، بينونة الصغرى هي ما يحصل بعد طلاق المرأة الطلقة الرجعية بدون أن يراجعها، تنتهي العدة قبل أن يراجعها، هذه تبين بينونة صغرى. البينونة الكبرى بعد الثلاث تطليقات، إذا طلقها ثلاث تطليقات بانت منه بينونة كبرى لا يمكن له أن يراجعها إلا أن تنكح زوجا آخر ثم يطلقها. ما فائدة البينونة الصغرى؟ لماذا نقول بينونة صغرى وبينونة كبرى؟ البينونة الصغرى وإذا حصلت وإن كان الزوج لا يستطيع أن يراجع الزوجة، أن يعيدها إلى عصمته، لكنه يستطيع أن يعقد عليها عقدا جديدا، يعقد عليها على ما تبقى من الطلقات، إن كان طلقها واحدة يعقد عليها ويبقى له طلقتان، وإن كان طلقها ثنتين يبقى له طلقة واحدة، يعقد عليها بعقد ومهر جديد. فجاء هذا الرجل بدأت تخطب بعد انقضاء عدتها، فجاء مطلقها إلى أخيها معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وخطبها منه، فغضب منه معقل، وهذا شيء ليس بمستغرب، الإنسان يحس بغضاضة ممن طلق بنته أو أخته أو كذا، خصوصا إذا لم يكن هنالك سبب يدعوه إلى الطلاق. فغضب منه قال: والله لا أزوجك، حلف يمين، حلف ألا يزوجها. فأنزل الله سبحانه وتعالى، هذا سبب نزول هذه الآية، قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
يعني انقضت عدتهن، المقصود به في الطلاق الرجعي، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لأن المرأة كانت راغبة فيه في أن ترجع إلى الأول، لكن أخوها أخذته العزة والكبرياء والغضب مما صنع زوجها الأول، فحلف ألا يزوجه، لكن لما جاء قول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، عاد واستكان واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، رضي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فعاد فزوجها إياه وكفر عن يمينه. يمينه هذه كيف يتحلل منها؟ كفر عنها. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا شك أن إعادة المياه كما يقولون إلى مجاريها، وإعادة المرأة إلى زوجها، وإصلاح هذا الشأن ولم شمل الأسرة، هذا أولى وأصلح. فما كان من معقل رضي الله تعالى عنه إلا أن رضي بهذا الأمر وزوجها إليه. فالولي وإن كان له الحق لكن ليس له أن يتجاوز الحق، ليس له أن يتجاوز حدود الشرع، أن يمنعها من أن تتزوج أو أن يمنعها من أن تعود إلى زوجها الأول إذا رضيت بذلك. باب إذا أنكح الوليان. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا هشام حاء وأخبرنا محمد بن كثير، أنبأنا همام حاء، وأخبرنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن رحمهم الله عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. نعم، هذه أيضا لا تزال المسألة متعلقة بتصرفات الأولياء. قلنا إنه لا بد من وجود الولي ولا يجوز له العضل، وإذا عضل فالسلطان ينوب عنه ويستطيع أن يزوج المرأة، لكن هنا قد يحصل خلاف بين الأولياء مقصودا أو غير مقصود. يعني امرأة بنت مثلا لها أخوان وخطبت من كل واحد من الأخوين، فالأول زوجها أعطاها، قبل خطبة الأول وافق، والثاني بعد يوم مثلا أو نحو ذلك جاءه من يخطبها فزوجها، فتبين بعد ذلك أن هذه المرأة قد زوجت لاثنين، وهذا أمر لا يجوز. طيب كيف نصنع في مثل هذه الحال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فهي للأول، الأول، لأن الأول ما دام أنه انعقد النكاح بحضوره وبعبارته انتهى الموضوع، فكأن الثاني أراد أن يعقد على امرأة متزوجة، وهذا لا يصح. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن قال والمحصنات من النساء، المرأة المتزوجة لا يجوز العقد عليها. فالثاني كأنه عقد على امرأة محصنة يعني متزوجة، فعقده غير معتبر. المعتبر إذن عقد من؟ الأول. وهذا مثله أيضا من باع على اثنين، سواء كان البائع واحدا أو هو باع ووكيله باع، هو باع على واحد ووكيله باع على شخص آخر، كيف نصنع؟ والوكيل من حقه عنده تفويض في أن يعقد، لكن تبين بعد ذلك أن أحدهما أقدم من الآخر، فالذي وقع أولا هو المعتبر ولا عبرة بالثاني.
وهذه أيضا مسألة متصلة بين البيع وبين النكاح، كما تقدم معنا في الدرس الماضي لا يخطب على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. كذلك هنا إذا وقع البيع، إذا وقعت الخطبة من اثنين، عقد الولي، عقد الأولياء لاثنين فهي للأول، وإذا وقع البيع لاثنين فالمعتمد هو البيع الأول. نقف هنا أيها الإخوة، لأن عندنا بعض الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راية الحق والدين، إنه على كل شيء قدير. أخوكم هذا يقول: بحكم مجالستنا لبعض الإخوة من بعض الدول هناك بعض الملحوظات. يقول: في صلاة الجنازة فيه من يرفع يديه وفيه من لا يرفع يديه ويكتفي بالتكبير، لا بأس بهذا، لا حرج في ذلك، هذه مسألة فيها أقوال اجتهادية ولها أدلتها، من رفع فلا بأس ومن لم يرفع فلا بأس، العبرة التكبير، التكبير. يقول: وآخرون يقولون إن الركعتين بعد صلاة العشاء قبل التراويح يتركونها، تكون الأولى من صلاة التراويح مكانها. أولا، صلاة السنة، الصلاة بعد صلاة العشاء هذه سنة، سنة، فمن أداها لا شك أنه يعني حصل حظا وافرا من الكمال والأجر، ومن لم يؤدها فلا حرج عليه، من لم يؤدها فلا حرج عليه. لكن الصلاة هاتان الركعتان ليستا من صلاة التراويح، إذا هو لم يرد، المصلي لم يرد أن يصليها واكتفى بالتراويح لا حرج عليه، لكن هي ليست من صلاة التراويح لأنها سنة بعد صلاة العشاء. هذا السؤال عجيب، يقول: إذا كانت نصرانية هل يجوز العقد عليها علما بأنها متزوجة؟ الله سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من النساء، يعني لا يجوز، المرأة المتزوجة لا يجوز العقد عليها حتى ولو كانت نصرانية، كيف يعقد عليها وهي في عصمة رجل آخر؟ لا يجوز هذا. أخوكم هذا يسأل عن الأدعية التي تقال في الطواف وفي السعي، هل تكرر ثلاثا؟ هل تقال إن الصفا والمروة من شعائر الله عند الصفا ثلاث مرات أو مرة؟ هذه كلها من الأدعية المأثورة، لكن لا يشترط وجودها في هذه الأماكن، لو دعا بها أو بغيرها يكفيه. العبرة في مثل هذا ليس الدعاء أو الذكر الذي يقال، وإن كان الذكر من الأمور المطلوبة المستحسنة، لكن المطلوب هنا هو السعي، المشي يعني بين الصفا والمروة، المطلوب هو المشي بين الصفا والمروة، والمطلوب عند الكعبة الطواف، لو طاف صامتا أو سعى صامتا طوافه صحيح وسعيه صحيح، لكن الأكمل والأفضل أنه يذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا فإنه يكون أجدر به أن يحافظ عليه، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بين الركنين لا يدع أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: هل يجوز أن تفطم المرأة ولدها عن الرضاعة نظرا لدخول شهر الصوم؟ إذا كان هذا الصوم يضر، إذا الصوم يضر بها، الرضاعة تضر بها، من حقها، من حقها، لكن إذا كان عند الطفل هذا ما يسد مسد رضاعة أمه، إذا كان قد كبر استطاع أن يأكل بعض الطعام، أو إذا كان هناك رضاعة بديلة من امرأة أو بالوسائل الاصطناعية هذه، أما إذا كان معتمدا على ثديها
ويخشى أنه يموت لأنه لا يوجد ما يطعمه، فهذه مسألة أخرى يعني يجب عليها أن تطعمه حتى ولو أفطرت، تفطر وتفدي بعد ذلك وتقضي. يقول هل يجوز الطواف بالحذاء؟ نعم، لكن في هذه الأماكن النظيفة اللامعة التي يعني يجتهد في تنظيفها وتبييضها وتزيينها، الحذاء قد يكون فيه بعض الأوساخ وبعض الأقدار التي تعلق به من الخارج، فربما يؤثر هذا ويقدر المكان. لكن لو كان هذا الحذاء خاصا بالمسجد خاصا بالطواف فلا حرج فيه. يقول هذا السؤال من أخيكم من ليبيا الجريحة، أرجو أن تدعو لها بالأمن والاستقرار. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفرج عن المسلمين في ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم فرج عنهم واكشف غمهم، فرج همهم ويسر أمرهم، واكفهم شر الأشرار وفجور الفجار يا أرحم الراحمين. يقول هناك بعض الناس خاصة الشباب، ما أدري لماذا خص الشباب، يقول يقومون بالإفطار قبل الأذان، ربما هذه فئة معينة من الشباب ممن يدعون العلم ولا يثقون بأحد من العلماء، يقول يقومون بالإفطار قبل الأذان بعد غروب الشمس وهو في المسجد. هذا العمل لا يجوز، لا يجوز، لأن الأذان علامة على دخول الوقت، الأذان هو علامة على انتهاء النهار ودخول الليل، فلا يجوز لأحد في داخل المسجد لو كان هو في البرية يسير في الخلاء في البر وليس عنده أحد فرأى أن الشمس قد غربت فله أن يفطر، لكن هنا في المساجد ومع المسلمين لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه إذا فعل سيجرئ غيره على أن يتجاوز هذه الحدود، وربما يقع هو في الإثم لأنه لم يتحقق الغروب، فلذلك لا يجوز مثل هذا الأمر وخاصة في داخل المساجد ومع المسلمين. هذا قد يقع من بعض الناس الذين يدعون الاجتهاد والمعرفة الشرعية، وربما الأخ عندما قال الشباب لأنه فورة الشباب والاندفاع والتعجل قد تؤدي إلى مثل هذا، لكن هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال، إلا إذا كان الإنسان منفردا في برية وليس ولا يسمع أذان ولا يعرف متى وراء الشمس قد غربت من حقه أن يفطر. إذا سهى المعتمر فلم يقص شعره ولبس ثيابه ماذا يصنع؟ عليه أن ينزع ثيابه ويقص شعره ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول هل يصح النكاح بطريق الإنترنت، يعني يزوج الولي عن طريق الإنترنت أو بالفيديو أو بالجوال؟ هذه وسائل يا إخوة، يعني الأصل والمقصد ما هو؟ المقصد موافقة الولي، حضور الولي، فإذا تحققنا من الولي هذا من وجوده ومن عبارته وموافقته فهذا الأمر لا حرج فيه، لكن عبر الوسائل هذه قد تدخل أشياء تحتاج إلى تثبت وتحقق. الآن نحن في مكة هنا وهذا الصوت وهذه الرسالة جاءتنا من المغرب مثلا أو من بلدان أوروبا، كيف نعرف أن فلان هذا هو الولي؟ لابد أن نتحقق، وربما يقلد الصوت ربما، فما دام أنه يوجد شك لابد من التحقق، لكن إذا حصل اليقين والتحقق الكامل ليس في هذا الشيء إن شاء الله. إذا لم يقصر الإنسان شعره أو يحلقه بعد النسك ولبس ثيابه ومضى عليه مدة، هذا يكون قد فوت واجبا من واجبات النسك، عليه دم يذبح ذبيحة، فإذا كان فقيرا لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام. سؤال غريب ونحن قبيل المغرب في الصيام، يقول
هل يجوز شرب السجائر قبل أداء العمرة بلباس الإحرام؟ يا أخي السجائر رذيلة، معلش اسمحوا لها الإخوة الذين ابتلوا بالتدخين، التدخين رذيلة. في أحد يقول أن التدخين فضيلة؟ لا، رائحة كريهة، إحراق للثياب، تعريض للبدن لكثير من الأمراض، إتلاف للمال، أمراض كثيرة. الآن هذا الكلام ليس عند المسلمين بل حتى عند العالم كله، الأطباء والمختصون أثبتوا الأضرار الكبيرة الآن للتدخين، ومن يموت بالتدخين بسبب التدخين في العالم يوميا ربما يفوق من يموتون بسبب الحوادث. فالتدخين رذيلة، لماذا تسأل هذا قبل الإحرام أو بعد الإحرام؟ ما دام أن الله سبحانه وتعالى بلغك رمضان، وما دام أن الله سبحانه وتعالى هيأ لك المجيء إلى هذه الأماكن الطاهرة وأداء العمرة، فليكن السؤال كيف أقلع عن التدخين؟ أنك الآن ما دمت قد جربت نفسك واستطعت أن تصبر هذه المدة ساعات النهار بدون تدخين، فليكن ذلك ديدنك، استمر على هذا الخلق الطيب واترك التدخين، واسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على ذلك. إذا وضع الإنسان الطيبة بعد الإحرام على بدنه أو على ثيابه بدون علم، يعني جهلا أو نسيانا، ما عليه إلا أن يغسله وأن يزيله ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول هل تجوز إمامة الصبي ومتى يكون الصبي بالغا؟ الإمامة شرطها الأساس ما هو؟ القراءة، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن موضوع السن مطلوب، فإذا كان هذا الصبي مميزا يعني يعرف الأمور ويعرف كيف يصلي ويعرف الأحكام اللازمة للصلاة ويحسن القراءة، وليس هناك من هو أعرف منه بهذا في الجماعة التي يصلي بها فلا بأس. لكن إذا كان هناك من هو أولى منه أكبر سنا ويقرأ مثله أو أفضل منه، ففي مثل هذا الحال ما يقدم الصبي على مثل هذا، لكن يقدم الصبي على أمثاله أو على من لا يحسن القراءة. هذا إذا كان مميزا يعرف أحكام الصلاة ويعرف أحكام ستر العورة ونحو ذلك. متى يبلغ الصبي؟ يبلغ بأحد أمرين، إما بالسن بلوغ 15 عاما أو بظهور علامات البلوغ، نبات الشعر مثلا في المواطن المعينة في العانة ونحوها، أو بالاحتلام، إذا احتلم خلاص أصبح بالغا، هذه هي علامات البلوغ. يقول هل يجوز بيع مواد التجميل والعطور؟ نعم، لا بأس ببيعها إذا لم تكن هذه نجسة وإذا لم تكن محرمة، يجوز بيعها، هذه الموجودة في الأسواق الآن يجوز بيعها. لكن السؤال هو الشروط التي يجب أن تتوافر في من يقوم بذلك. إذا كان هذا يبيع للنساء ويبيع لغيرهن، يجب أيضا أن يتحلى بغض بصره والبعد عن مواطن الشبه وعدم التكسر والتلاين مع النساء، هذه مفاسد كثيرة. يعني المسألة ليست مسألة ما يباع، بل أيضا مسألة الطريقة التي يباع بها. يعني العمرة عن الميت أو عن المتوفى تجوز إن شاء الله. طواف الوداع بالنسبة للعمرة ليس بواجب، لكن لو أداه فهو أمر حسن، لا بأس، يعني أحسن لو استطاع، لكن لو لم يستطع فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول لماذا إبراهيم عليه السلام استشار إسماعيل للذبح ولم يستجر هاجر لتركها في جزيرة العرب؟ هاجر وابنها إسماعيل جاء بهما إبراهيم عليه السلام إلى هذا المكان بأمر الله، والدليل على ذلك أن
أنه عندما جاء بهما إلى هذا المكان وتركهما وولى، نادته هاجر كيف تتركنا، إلى من تتركنا؟ فلم يجب. فلما مضى في طريقه ألحت عليه وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، فالله أمره بهذا. لكن في مسألة إسماعيل عليه السلام هو ما استشاره، هو أراد أن يبين له عزمه على أمر الله سبحانه وتعالى. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أنا مقدم على هذا. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني إبراهيم مأمور بذبح ابنه في الرؤيا التي رآها، فالله سبحانه وتعالى شكر له صنيعه هذا، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فالله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم وفدى إسماعيل من هذا الأمر. وعلى كل حال هذا السؤال نسأل، لماذا استشار ولماذا لم يستشر؟ هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس لنا هذا. وإن علمنا أنه استشار أو لم يستشر، يعني ماذا يزيد هذا في عملنا وماذا ينقص من إيماننا؟ لا شيء.